مدري على ايامنا تظلمنا، مدري على من ناس دايم ضدي، مدري على ايامنا تظلمنا، مدري على من ناس دايم ضدي. يا بختي اللي دايم ياخذنا، ودي ولو مرة يوقف حدي. يا بختي اللي دايم ياخذنا، ودي ولو مرة يوقف حدي. ظلم البشر يا صاحبي جرحنا، يا عين شوفي ليه جروح ولدي. ظلم البشر يا صاحبي جرحنا، يا عين شوفي ليه جروح ولدي. فرح السنين المقبلة يهجرنا، جفت رياض احلامنا والوردي. فرح السنين المقبلة يهجرنا، جفت رياض احلامنا والوردي. وش هالحظ الردج، كنت ود اناسب شيخ العربان كلها، الشيخ عقاب يجل حن يروح جوا عبايته وتصير لعزه وحظه وتنفعني وقت اللزوم. اخ يا الخسيس يا الحكيم، عملتك هذه خربت كل شيء. وانت يا مزنة يا حصرت عليك يا بنيتي. حكيم حسن عد حجتك. يا قاضي يا قاضينا، يلي بالحق ترضينا، جيتك هدي قدي وافرح من صلى على النبي. الله صلى على سيدنا. ليلة عرس نمر كنت قاعد، حسيت بضيق بصدري، جهزت حصاني وحطيت الاسهام بالخرج ونويت ازهم للصيد. مشيت، سكت صوت العرس، توجست، اقتربت اشوف وش اللي صار. ويوم اقتربت جاني فهد من وراي، مسكني وجابني للبيت، وانهم يتهموني بذبح النمر، وانا اشهد الله اني ما لي يد بموته. يا شيخ عقاب، وين السهم اللي انذبح به نمر؟ فهد عندك طال عمرك. اني ما لي يد بموته، وهذا يمين برقبتي أواجه به رب العالمين يوم الماقف العظيم، ومستعد يا القاضي للبشعة. يا وجوه الخير، من عندي عند جويد الله وبإذن الله مخطب الحكم. أنا أقول إن الحكيم حسن بري من دم نمر. الشيخ عقاب ما له طلابة عند الحكيم. الهرج الهرج الأولى السهم اللي انذبح به نمر ما هو من خرج الحكيم حسن، وهذا شيء انتوا قدمتوا لي اياه قدام الجميع. والثانية حلف اليمين، حلف اليمين وهو صادق، واللي حلف يمين هو كذوب ترجف يديه ويرجف قلبه بعد وما يطلب البشعة. يا شيخ عقاب، غريمكم ما هو الحكيم حسن. دوك يا شيخ. قويت، وين انت بنمس؟
كنت نايم طال عمرك، كنت نايم. ايه مخابرك تنام بعد الظهر. ما جاني نوم طول الليل يا شيخ، ضليت اتمشى حول الديرة وخذاني الوقت وما رجعت إلا بعد فجر الضوء. ومين قال لك تمشي حول الديرة؟ ما انت عارف احنا دخل عند ديرة الشيخ سلطان، ودك تفضحنا. على هونك على هونك يا شيخ، الله يهداك. بس أنا ما سويت شيء يكدر الخاطر لا سمح الله. أنا خفت أن الشيخ عقابي عارف أنه حنا بحماية الشيخ سلطان، فقلت أحمد ديرة بالليل، وإذا عرفت شيء أبلغكم بالحال. ودك شيء طال عمرك؟ ودي سلامتك. مع السلامة. الله يسلمك. ما بتعلميني ليش طلعتي التالية الليل وخذيتي الأصيلة وياك؟ حلم حلمتي ما هو زين، غريب وما لقيت له تفسير. شفت الأصيلة ترمح بيه بالبراري بتالية الليل، لين ما وصلت المكان كلها نار وحريق. عودة من هيك حلم؟ ايه وشفتي بعد؟ فزيت من الحلم وحاسة بروحي مخنوقة. طلعت من البيت أريد أتطمن على أصيلة، مدري شلون وصلت الغدير. عسى خير يا خيتي، عسى خير. آه بس لو خالتي روضة هني كان فسرت الحلمة بساعة، ترى ما بيمثلها بتفسير الأحلام. هن مش حريم ديرة الشيخ راجي يملن الماء من راس الغدير؟ هذه وجابها هم ما أدري. سلامتك يا طويل العمر. صح لسانك ابو متعب. ولسانك يا شيخ سلطان. صح لسانك ابو متعب. صح لسانك. سلمت. اقول يا ابو متعب تفضل. وش علوم الديار وشيوخها اللي زرتهم؟ كلهم يسلمون عليك. وقبل ايام كنت بديرة الشيخ عقاب لاجل زواج اخوه. اي صار شيء ما هو زين. وش اللي صار؟ انذبح بليله عرسه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الدايم الله. وشلون انذبح؟ سهم جاه وبوسط قبيلته وبوسط العرب ومات. لا اله الا الله. انت يا ولدي يا عقاب لزوم تقبل بشرع الله حكم القاضي. مصابك ما هو هين، لكن الحكيم حسن ما هو غريمك، والدليل كان واضح قدام الجميع. تصدق يا عم مريحل، طول الوقت وفي شيء بداخلي كنا يريدني أصدق إن حسن ما هو ذباح أخوي نمر، لكن
ماني قادر انسى نظرة اخوي نمر وهو مذبوح بين يدي. ذيك النظرة اللي ترجعني لذاك الزمان، اليوم اللي مات فيه ابوي الله يرحم. الله يرحم. كنت صغير يا عم مريح، دي صغير، لكني ما انسى ذاك اليوم طول عمري. اليوم اللي دخلوا فيه رجال الديرة كلهم هم شايلين ابوي غرقانة في دمه، كنا الهيبة في ذاتها، الهيبة اللي اسكت تحسها خسة الخطر يا عم مريح. ابوك يا ولدي الشيخ جاسر كان خير الناس، شيخ العربة، كان يهوى الصيد والبرية، جسور ما يهاب شيء، بدون كان غايب عن الديرة. يوم لقيناه مقدور قاطع النفس طايح بدمه، لقينا قربه عيل صغير نايم تحت الجرة، خذوها رجال جابوه للديرة. هذا هو الحكيم حسن، وهذا هو من يومها ولدي عايش بيننا، ما له الخيرنا، جنو واحد منا أدري. لكن لك ولدي هذه ما بيها، لكن ما يخالف تدور غريبك، لكن كل خطوة تخطيها لزوم تشاور عقلك، تسمع ويشمس لك قلبك. تصبح على خير يا ولدي.